الأزمة مش أزمة مصرية، الأزمة أزمة عالمية. تعالوا ناخد مزيد من التفاصيل وبعض الأمثلة. أنا أحب أن أنتوا يبقى عندكم وقت النهاردة تسمعوا وتستفيدوا، وزي ما قلت في البداية لما بنسمع من الخبراء وبنسمع من الناس هيدونا برضو أراء ونقدر نفهم بعض الأشياء اللي ممكن تكون غايبة عننا. ساعات في ناس كده بتدخل لو أنتوا بتسألوا أي حد ما بتبقوش عارفين والناس بتدوخ بعض. تعالوا من المصادر الرئيسية ونعرف الموضوع ماشي إزاي والأراء هتقول لنا إيه الأراء العلمية. دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني عايزين نعرف النهاردة يعني هذه الإصلاحات، وأيضا مصر بتدخل مرحلة جديدة مع صندوق النقد الدولي ومرحلة جديدة من الاقتصاد المصري بشكل آخر، كلمنا على هذه المرحلة. طبعا هو في برنامج للإصلاح الاقتصادي متجناه مصر من 2016، ده يعتبر تكملة للبرنامج للإصلاح الاقتصادي في الفترة الثانية، ويعتبر ده القرض الثالث اللي مصر بتحصل عليه. تمام. الأمر طبعا غير مفاجئ لكثير من الاقتصاديين، وطبعا كان شيء متوقع والناس كلها تقريبا كانت مستنيه وعارفاه. واسمحيلي بحيي حضرتك على مقدمتك. المجتمع المصري فعلا دائم للاطلاع، دائم للاستفسار، ولكن طبعا بيكون في بعض من الأحداث للأسف هي اللي بتشوشر أو بتطلق إشاعات ما بين الحين والآخر. تمام. فعشان كده دايما بنعذر الناس، سألهم أسئلتهم كتيرة نظرا للأحداث الكتيرة اللي احنا بنشوفهم. ويمكن زي ما حضرتك تفضلتي الشأن الاقتصادي هو الشأن الهام بالنسبة لكثير من الناس دلوقتي. صحيح صحيح. وطبعا اللي احنا بنشوفه النهاردة كان في مؤتمر للإصلاح الاقتصادي بيتبناه فخامة الرئيس، ثلاث أيام من الأحداث كثيرة وتساؤلات كثيرة من مجتمع رجال الأعمال. كان بالأمس طبعا في حزمة تمويلية كبيرة جدا من السيد وزير المالية باجتماع مجلس الوزراء، صرح ان في زيادة في المرتبات، صرح ان في زيادة من الحد الأدنى للأجور، حزم تمويلية ودعم لبطاقات التموين. كان بقى النهاردة الحزمة الأخرى اللي هي السياسة النقدية من محافظ البنك المركزي صباحا طبعا حرر سعر الصرف بمزيد يعني من الانطلاق للعرض والطلب، يعني سيبوا للبنوك ان هي تحدد الأسعار. وطبعا اكيد كلنا نعلم ان هو النهارده اكثر من 23 جنيه تم الاغلاق في البنوك النهارده الخميس. والامر الثاني ان هو زود سعر الفايده ب 200 نقطه زي ما حضرتك تفضلتي، وكمان قال ان الاعتمادات المستنديه ان شاء الله هتكون لمده شهرين بس، اللي هي كانت مقرره منذ تقريبا 6 شهور، وهنرجع تاني لمستندات التحصيل من بدايه العام لما تتوفر العمله، يعني هتزيد العمله. طيب انا بستاذنك في حاجه دكتور مصطفى، بستاذنك ان احنا يعني انا بيهمني دايما وبيهمنا هنا في التاسعه ان احنا لما نكلم المواطن المصري نقرب له. يعني خليني اقول انه الناس اللي بتسمعنا مش كلها لا هم اقتصاديين ولا هم هيفهموا في الاقتصاد، ولكن عايزين يفهموا، عايزين يعرفوا بالظبط انا كمواطن ايه اللي هيعود عليا وانا هتاثر بايه، وايه اللي هيعود عليا بالنفع، والدنيا هتمشي ازاي. خلينا نمشي خطوه خطوه. يعني خليني مثلا اسالك النهارده مثلا، يعني اعرف مثلا المليارات اللي اخذتها مصر من صندوق النقد، الثلاثة مليار دول، وبعدين المليار اللي هو هتاخده مصر في عمليه التنميه المستدامه، والخمسة مليار اللي هتاخده، فعرفنا على يعني ما اخذته مصر بالظبط. خلينا نقول يا فندم ال 3 مليار دول ان هم هيخشوا للدعم للموازنه، وطبعا دول اللي هيكونوا للاقتصاد الكلي. والمليار زي ما حضرتك تفضلتي ده للتنميه للمشروعات، والخمسه الباقيين ان شاء الله هيكونوا على مدار الفتره القادمه هيكون استغلالهم في وجهه نظري لتشغيل اللي هي بتهيئ لحياه المواطنين افضل للمشروعات. ولكن اللي بيهمني الجانب الاخر كمان ان النهارده اعتبارا من النهارده من الصبحيه اتلغت تاني مره السوق السوداء في الدولار، يعني مفيش استغلال للناس، وهيبتدي الناس تسمع ارقام يعني كانت بتقول لك الدولار رايح لاسعار اكتر من كده. لا خلاص، النهارده اللي موجود في البنك المركزي وفي البنوك العامه اللي هو السعر المحدد هو ده اللي هيتم التداول عليه. ودي من اوائل النقاط اللي الناس تفهمها انه ما فيش دولاره، يعني اللي هو فكره كده. ايه اكوش شويه دولارات علشان اروح انا في السوق السوداء ولما الدولار كده وازود ويبقى في كده دولاره في البلد، فاذا كده قدرنا بهذا القرار انه
خلاص سعر الصرف واضح ومعروف وموجود، ونتكلم بطريقة أبسط عشان يعني جمهورنا الكريم، يعني عشان ما حدش يقول لحد خلي بالكوا الدولار في الطالع زيادة الأيام الجاية، لا الكلام ده خلاص انتفي، مفيش مش هينفع خلاص. طيب أنا سؤال دلوقتي، اتفضلي. سؤال برضو دكتور مصطفى، يقول لك ايه يعني الناس ما بتبقاش عارفة، يقول لك لما كان الدولار بالقيمة، يعني لما كنا بنتكلم في 18 و17 وصلنا 19، فكنت دايما تعرف من المستثمرين ومن السوق نفسه يقول لك دي مش قيمة الدولار. طيب دلوقتي احنا وصلنا لقيمة الدولار او الجنيه، قيمة الجنيه مقابل الدولار، مش دي القيمة الحقيقية. احنا برضو عايزين نفهم الناس ما هي القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية بتيجي من بناء من العرض والطلب اللي موجود في السوق الرسمي. طبعا النهاردة لما كان في خروج للمليارات من الدولارات خلال الفترة اللي هي ما بين شهر فبراير ومارس الماضيين، جراء طبعا الابتداء في ارتفاع أسعار الفايدة من الفدرالي الأمريكي، وطبعا الخروج الكبير للمستثمرات من الأسواق الناشئة، خرجت من عندنا من مصر هنا في حدود شهرين، شهر 3 وشهر 4 الماضي، أكثر من 20-25 مليار دولار. ده بقى فيه ندرة في العملة الأجنبية. صحيح. فعلشان كده لما يعني بقت الدولار شاحح في السوق، كده كلمة ببساطة اهي. فعلشان كده بقى فيه سوق سوداء، اللي معاه دولار ابتدى يحجم عن بيعه للبنوك. وطالما احجم عن بيعه للبنوك ابتدى بقى فيه يظهر سوق سوداء مره ثانيه. صحيح. حتى لغايه ما وصلنا ان بقى النهارده في سلع زي السيارات، السلع المعمره بقت تباع باسعار، والذهب حتى باسعار مغاله فيها عن الاسعار الرسميه. دي حقيقه، دي حقيقه. لكن مثلا دلوقتي بالنسبه لل جزء منه من الناس بالزبط. وجزء منه ان هو فعلا ارتفاع لاسعار العمله الاجنبيه. صحيح. خلاف كمان اللي هي الحركه اللي عملها البنك المركزي يا فندم، اللي هي مستندات التحصيل. يعني ايه مستندات التحصيل ببساطه كده؟ يعني التاجر اللي هو او المستورد عندنا هنا في مصر بيروح يفتح اعتماد، بيفتح حساب يعني للبضاعه اللي جايه له، بيحط ثمنها بالكامل، ولما تجيله بقى بعد 4-5-6 شهور يكون بقى ايه يتم سدادها عن طريق البنك. تمام. فطبعا ده في خطا كبير، لان كان الاول بيكون في تفاوض ما بين التاجر وبين المصنع او المصدر. صحيح. وممكن يدفع جزء مثلا، يدفع مقدم منه، وتبقى مره عليه وعلى التاجر، يعني تبقى فيها تيسيرات. فاللي هيحصل انه هنرجع تاني للنظام، هيبقى فيه اريحيه اكتر، وهيبقى فيه نظام اكتر للتاجر انه يقدر وده هيبدا اعتقد تدريجيا لحد ديسمبر يبداوا. اسمحي لي اقول لحضرتك بسرعه عشان ندي للناس نصيحه. اتفضل. خلي بالكم ان الارتفاع فعلا في الدولار النهارده 23 والناس بتتكلم اكثر او اقل، دي فتره بسيطه. صحيح. علشان ما حدش يتغفل وبعدين يكون لديه قدره انه يشتري عمله وبعد كده يخسر، لان الاسعار هتنزل، لان قرض صندوق النقد الدولي لما هيجي النهارده والشركاء هيخشوا تاني اللي هو المليارات الاسعار هتنزل تاني. طيب السؤال هنا برضو، انا ليه عايزه اطرح عليك الاسئله اللي انا بلاقي الناس بتتكلم فيها بدون معرفه. يعني الناس تقول لك ايه يعني بكره الصبح ال 3 مليار دول هيكونوا موجودين عندي في البنك المركزي؟ لا، يعني القرض مش هيجي مره واحده، يعني الفلوس هتيجي ازاي، هتوصل ازاي؟ بالتدريج. فبالتالي مضبوط. انت الاقتصاد بتاعك هيمشي بالتدريج، هتيجي على لمده 6 شهور. اتفق كده النهارده كان دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع اللي هي المسؤوله من صندوق النقد الدولي امام المحافظ البنك المركزي الاستاذ حسن عبد الله، ان في خلال الست شهور هيكون ال 3 مليار موجوده. ولكن كمان اللي يهمني ان الرقم زهيد، 3 مليار ده بيدل ان الحمد لله قدره الوضع المصري في الاقتصاد في قابليه للزياده والتحسن. دي حقيقة. احنا بنحتاج لشهاده كمان من البنك الدولي قدرتنا على الاقتصاد في التحسن خلال الفتره القادمه. اتفضلي. صحيح. طيب حضرتك عارف انه كان في حزمه من الاصلاحات، حمايه ايضا يعني حزمه اصلاحات اجتماعيه، حمايه للمواطن والوقوف بجنب المواطن والدوله، والدوله الحقيقه قدمت الحمايه دي من خلال بطاقه التموين، يعني في طبعا طبقا للشرائح 100-200-300 جنيه، قدمت مثلا يعني مرتبات للناس من 2700 ده الحد كان الادنى هيبقى 3000 جنيه. قدمت طبعا يعني كمان هيكون في معاشات 300 جنيه لكل اصحاب المعاشات. فهذه يعني هذه الحزمه من الاصلاحات الخاصه بالحمايه الاجتماعيه هتكلف مصر 67 مليار جنيه، فما يقارب ال 3 مليار دولار. يعني اذا مصر كمان بتدفع
من اقتصادها لمواطنها. فيعني الناس برضو يمكن مش متخيلة أنه هذه الحزمة يقول لك يعني 100 جنيه يعني 300 جنيه، ولكن في عدد الناس يعني أنا عارفة أنه مثلا المعاشات بنخش في أكتر من 11 مليون شخص تقريبا بياخدوا المعاشات في مصر، فأنت بتدفع مبالغ كبيرة برضو. طيب اسمحي لي يا فندم، خلينا نقول ان اللي ذكر بالامس، طبعا دي توصيات من فخامه الرئيس للمؤتمر الاقتصادي، ان المعاشات بتاع حضرتك تعلمي جيدا ان هي بتصرف في بدايه الشهور مش زي المرتبات، المرتب بيصرف في نهايه الشهر. ايوه يعني الناس هتقبض كمان كم يوم، بتقبض ان شاء الله. فاعتبارا من 1/11 اللي هو القادم ده هيتم صرف اللي هو العلاوه الاستثنائيه الزياده في المعاشات بمقدار 300 جنيه للناس. صحيح. فده يبقى الدولة بتعمل خطوات استباقية للتقدم نحو تحسين قدرة حياة المواطنين. صحيح. يعني تقدم خدمة لمعيشة الناس أفضل. ده صحيح. كلام بمنتهى البساطة خالص. ده بيكلف موازنة الدولة، هيكلف موازنة الدولة زي ما حضرتك تفضلتي 67 مليار جنيه. فالخطوات الاستباقية بيدل على أن الدولة كانت دارسة الموضوع في ترتيبات اقتصادية، ونعلم جدا ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما كانتش امبارح ولا كانت اول امبارح، طبعا بقى لها شهور، اكتر من 4-5 شهور. صحيح. ودراسه الامر كان معروض، والسيد الرئيس في نهايه المؤتمر لما صار كل الناس الموجودين خلي بالكم انا حافظ الارقام كويس جدا، وهو فعلا. ولكن السؤال اللي في غايه الاهميه حيث دايما نساله، كل قرار اقتصادي لازم لما بيتطبق على المجتمع لازم يكون عارفين قدره المجتمع ده قد ايه. يعني صحيح. قدرتنا النهاردة إن لما تزود المرتبات أو تزودوا المعاشات فعلا دي مساندة من الدولة للمجتمع المصري. صحيح. يمكن مش بالإرضاء بالكامل، ولكن هو ده قدرة الدولة على مساندة الأسر المصرية. والمعاش زي ما حضرتك تفضلتي تقول حوالي 11 مليون مظبوط، بس خلاف المرتبات اللي هي بتزيد، خلاف النهاردة بقى في حد أدنى للأجور 3000 جنيه، واعتقد كمان الاعفاء الضريبي اللي هو من 24 من 24000 ل 30 ترجم برضه بيدل على تحسن في قدره التخطيط في الموازنه لارضاء الاسر المصريه. مظبوط. خليني ارجع تاني ايضا للاصلاحات. يعني احنا لاحظنا من اول الاعلان عن وصول اتفاق مع صندوق النقد الدولي على طول لقينا مؤشر البورصه بيرتفع. كلمني برضو على يعني هذا الخبر بالنسبه للمستثمر. في اسرع خطوات يا فندم دايما عشان الناس تعلم جيدا قد ايه الاستجابه السريعه من المستثمرين سواء بقى المصريين او الاجانب ان هم بيروحوا للبورصه المصريه، رغم ان ده انعكاس في الوضع الاقتصادي. يعني تخيل حضرتك لما يكون في ارتفاع في اسعار الفايده حقت البورصه تنقل. تمام. استثمار دون مخاطر. ولكن الناس ثقتها ان في شركات جوه البورصه دي شركات جيدة جدا وقدرتها الاقتصادية جيدة، لولا ما لجأت فيها النهاردة وارتفع رأس المال السوقي أكتر من 20 مليار جنيه، والبورصة ارتفعت ما حصلتش بقالها أكتر من 3-4 سنوات 4.5% في يوم واحد. يعني بيقولوا المؤشر ده لم يرتفع من ابريل اللي فات، يعني اذا كان في شهور تقريبا المؤشر ما كانش يعني هو ارتفع النهارده على طول، وده في طمأنه من السوق او ان السوق المصري كمان يعني المستثمر بينظر ليه طول الوقت هل هو سوق منضبط ولا لا. فهذه مظبوط. الاجراءات تبين على طول في السوق العالمي بانه هناك انضباط. مظبوط. لان السوق عندنا صحيح قدرته محدودة، ولكن الحمد لله استجاب سريعا للمؤشرات التصحيح للبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وابتدى النهاردة نشوف ان شاء الله خلال الأسبوعين الجايين هتلاقي المستثمرين الأجانب تاني يعودوا للاستثمار في سوق المال، وده طيب. بيدل على ان الحمد لله مسارنا لغاية دلوقتي صحيح سليم، وقدرتنا على استيعاب الاستثمار الاجنبي ده فرصه بالنسبه لنا ان احنا نقدر نهيئ السوق. اكيد يا رب. اخر سؤال بقى دكتور مصطفى، كمان السؤال اللي بيخص ايه الشهادات اللي تم طرحها وهتكون موجوده بنسبه 17.5%، والشهادات دي الحقيقه العائد بتاعها سنوي، يعني زي ما انا ادينا مثل للناس اللي مثلا هيحط 100,000 جنيه هياخد في نهايه السنه اكتر من 17,000، وهي فرصه استثماريه للناس اللي ما عندوش مشروع ما عندوش تجارة يقدر يستثمر من خلال البنك. وده أهم نقطة يا فندم، التوعية للاستثمار، إن الشهادات بتاعة البنوك أكتر شيء آمن ما فيهوش مخاطرة ولا في أي أعباء مالية، يعني لا عليه ضرائب ولا أي حاجة،
يقدر اي حد النهارده معاه سيوله هيستفيد من الفايده الكبيره اللي بيطرحها البنك. وطبعا ان الشهادات اللي هي ب 14% بقت ب 16%، فده برضه عائد في امتياز كبير جدا لكل واحد معاه حجم سيوله كبيره. صحيح. وهنا هل هنا اقدر اقول انه يعني دخول هذه الشهادات وهذه الاموال السائله اللي موجوده اللي ممكن تكون موجوده في البلد يقلل برضو، عشان نفهم الناس ده برضو انت بتساعد الدوله عشان اقلل من التضخم اللي موجوده في الدوله؟ مظبوط، ولكن خلينا نقول ان احنا بندي فرص للاستثمار للناس. انت صحيح. النهارده لو معاك سيوله مش محتاج احطها في البنك، لو معاك فرصه استثماريه طب روح البورصه اشتغل فيها كاستثمار، تشتري في شركات. صحيح. شركات مميزه، لان الدوله موعده ان هي تطرح شركات للاستثمار، اعتقد هيبقى فيها نجاح كبير بالنسبه لاي مستثمر او اي شخص معاه فلوس قليله انه يقدر يساهم في البورصه او يساهم في الشركات اللي هي مطروحه في البورصه. ده استثمار جيد جدا ان شاء الله. اكيد مصر بتدخل مرحله جديده من الاصلاح الاقتصادي. بشكرك جدا دكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي. زي ما قلنا لحضراتكم هي مرحله جديده زي ما احنا شايفين الازمات في العالم، لكن مصر بتحاول كدوله كقياده ان هي كمان تكون جنب المواطن وجنب الدوله ونقدر نعدي زي ما عدينا.